تتمنى تشترك بالقناة وتضغط لايك، وممكن محتوى القناة يعجبك. سوي فيديوهات عن لندن، فلوقات عن لندن، زائد تقييمات عن العطور الفخمة النيش بمراجعتي البسيطة. مرحبا اصدقائي، اليوم ويانا عطر جديد اللي هو ساتان مود من ميزون فرانسيس كاركتجان باريس، ان شاء الله نطقت الاسم صحيح. الاو دو بارفان، طبعا الاكسترا بارفان كلش قوي. وياكم راح نفتح العلبة، وتعتبر هاي دار نيش احد افخم العطور اللي تصنعها وتنتجها. الصراحة العطر ثباته شهر كامل عن تجربة، اتكلم يثبت على الملابس شهر كامل، بس مو على الجلد، على الملابس الحلوة القماش القطنية يثبت شهر كامل. ومن ترجع تلبس الجاكيت وتطلع بالشارع وضربك الهواء الشم ريحة العطر. العطر عبارة عن ريحة عود مع ورد، يثبت على عود وورد، وبعدين شوية تحول باودر. هسه اقول لكم شو المكونات. اول شيء خلينا نفتح العلبة، طبعا علبة فخمة، هاي كلها كتابات بارزة. ودو بارفام دارنيش، طبعا انا عندي بكرات روج، اللي يحب بكرات روج يروح يسوي فيديو، شوف الفيديو مالتي على القناة موجود. حاول انا هذا العطر، شوف طبعا انا احب الدار اللي تهتم بهي الشغلات. طبعا هو يجي العطر هيش، يجي هيش العطر. انا احب الدار اللي تهتم بادق التفاصيل، طبعا الكتابه بارزه. وهاي بيها جرار، طبعا هاي موجوده عندنا. طبعا ما طوني سامبل، تعرفت معاهم شويه يعني نقاش حار. هاي مكونات العلبه، هذا هو العطر. شوفوا اسود فخامه قدامكم نجربه. طبعا ما رضيت اعطر لان متعطر بعطر بكرات روج، فما رضيت اخرب. رحت يومهم انتقمت من عندهم، خليت يمكن 50 بخه بكرات روج، فشي مو طبيعي. طبعا انا دائما ارش على العطر على العلبه، شوف الرشه، واو والله يا جماعه. طبعا القبغ، هاي دائما الدار النيش ليش تكون امكانيه. هاي 70 مل ب 225 باوند، والله يا جماعة العطر يجنن، العطر يجنن، يسطع نسائي رجالي، مناسب الأجواء الباردة، أجواء الخريف، أجواء الربيع، ما ممكن بصة تستخدمه، بس بالليل ممكن تستخدمه لأنه الجو بارد شوي بالليل. وش اسمه، مناسب كل أجواء الباردة وكل فصول السنة، بس الصيف بالصباح ما يناسب. العطر عبارة عن مكونات العطر الفانيلا والورد والعود، وناعم البنفسج والعنبر، زهري تابلي دافئ بلسمي. واو العطر يجنن. الورد البي، الورد ورد فاخر، مو بس اسم ورد، ورد فاخر، بعود فاخر، افخر انواع العود. الثبات مثل ما ارجع اقول لكم، الثبات شهر كامل فوحان والله. من ارجع البس الجاكيت ترجع يفوه العطر، ما يروح من الملابس الا تغسلها. هذا العطر فشي روعه والله، العطر يجنن. هسه شوف عدل مزاجي والله، بس هذا شوف البخه شلون يبخ. ما اعرف اختلف البخه، طبعا بكرات روج، وهذا من يبخ يبخ هيش لقدام، ما يبخ واسع هيش يطلع بولوجه. بس انا عطرت هنا حتى واو يا جماعه. العود البي فشي روعه، هو العطر مناسب الجنسين وشرقي. العود روعه، انا حسب خبرتي البسيطه بالعطور، مدخل العود يطلع افتتاحيه ورد قويه وياها عود خفيف، بعدين قاعده العطر العفو قلب العطر هي افتتاحيه ورد وعود بسيط، ورد طاغي، بعدين قلب العطر ينفتح او يصير شلون اقول لك، عود وورد وباودر. وقاعده العطر عود وورد طاغيه، وبعد يومين ثلاثة ايام تجي تشم الملابس بها ريحة كريم، ريحة بلسم، هيشي. العطر صراحة انا دوخني اول ما تعطرت بيه بالغلط. شوف ريحة الورد والعود تجنن، اول ما تعطرت بيه بالغلط اتندمت. والله العطر خلاني احكي ويا نفسي. يعني كل مرة اقول شو وقت اشتري، شو وقت اشتري؟ وجيت اشتري غيره، صاحبي قال لي لا اخذ الاسود، هذا العطر اسطورة. ثبات والله شهر فوحان، ترجع شم العطر بس تلبس الجاكيت او الملابس. اما
العطر فواح يعني غيرك يشم بعد عنك مترة مترتين يمكن 12 13 ساعة 14 ساعة، العطر فواح مو طبيعي، يوم كامل يبقى يفوح عندك ويثبت، يعني يثبت والله يثبت على الملابس على الجسم يثبت. العطر كلش حلو، احبه احبه هالعطر كلش احبه. طبعا هالعطر دقيقة اجيب لكم الثاني واجي ذكرت روج، عندي فيديو كامل علي على القناة. هذا طبعا اخوه نفس الدار نفس الشركة، طبعا عطورها تحفة، فشوف الجمال عطورها تحفة تحفة مو طبيعي، بالثبات بالفواحان بالأداء مو طبيعي. هالعطر أنا مدمن عليه، لو يخيروني عطر واحد أخلص حياتي أستخدم بس هذا ساني حاطه. طبعا أصبحت بي أنا من راح أشتري عطر أسبح بهذا العطر، هذا العطر غالي سعره 320 باوند من داخل لندن، هذا لأنه أكثر دي بيرفيوم. هذا العطر الأودو بارفان مناسب للنساء أكثر، اما الاكسترا بيرفوم مناسب للرجال. اما هذا الاودو بارفوم احلى احلى من الاكسترا بيرفوم. اكسترا بيرفوم الصراحه وحش بافتتاحيه العود وافتتاحيه الورد، يعني كرك بالعطر. هالعطر يجنن، يعني يعدل المزاج يحسن المزاج. هو العطر اسمه ساتون مود، ساتون ما اعرف بس مود مزاج ممكن تحسين مزاج. العطر مكتوب ساتون اود ساتان مود، بس شوف بس بفتتاحه العطر من ورا الشين هنا او هنا، بس انا شام هنا هم ريحه العود افتتاح العفو ريحه الورد افتتاحيه قويه من الورد، بعدين يطلع لك ريحه العود الجميل الطاغي العطر العود العفو نوته العود البي فخمه فاخره، ونوته الورد فخمه مو طبيعي مو فخم عادي. انا صراحه رح جربت عطر من الويفيتو بورد وعود، لعبت نفسي من العود الورد البي كانما ماي ورد، معروف اللي عندنا بالعراق الماي ورد، ايش ماي ورد يغسلون بيه او شيء، يلعب النفس ريحته ريحه ماي ورد. اما هذا العطر اللي مستخدمين بيه الورد يجنن، ورد يمكن بلغاري حسب ما قرات، اي ورد بلغاري وورد تركي من اجمل انواع الورد مشتغلين عليه بهذا العطر. والعود فخم، العطر شتوي شرقي مناسب للجنسين، وصراحة العطر 10/10 ولا غلطة. طبعا العطر ادمان، مزاج يسوي مو طبيعي، وانصح باقتنائه. سعره 225 باوند للسبعين المل. شوف هسه بدا يطلع العود والكريم هيج الباودر، يا جماعة العطر مو طبيعي. أنا هذا العطر أدمنت عليه، هذا أدمنت عليه الصراحة، بس أبقى أفضل هذا لأنه هذا نوتاته مختلفة ومعروف بكرت روج عطر أسطوري، لكن هالتحفتين تحسن المزاج والله. يكون عندك هالعطرين خلاص، هذا العطر اللي أغلب العرب يحبوه، عطر شرقي ورد عود فانيلا بلسمي، بلسمي يعني شو نقول كريمي، والفانيلا مختفية. طبعا شوف فانيلا ما بي اي ريحة فانيلا، ولا بي ريحة ناعم ولا بنفسج ولا عنبر ولا زهر ولا تابل دافئ ولا بلسمي، البلسمي بي العفو، بس اكثر نوتة بي وارد واضحة الورد ثم العود ثم البلسم، يعني اكثر نوتات بارزة هذني. اما فانيلا بلسمي دافئ ما ادري شنو التوابل ماشي من الشم ريحة الورد والعود والكريم. يا ريت اليوتيوب ينزلنا خاصية انه يخليك الشم انت وبيتك عشان حسنت مزاجك والله. شوف سرعة العود بدت تطلع ويا الورد، بعد ساعتين اجي اشم تطلع عود ورد ريحة كريم. واو الصراحة هذا العطر انا كلش حبيته، وانصح باقتناء ارجع واقول، واذا عندك امكانيه ياخذ هالعطرين وادعي لي. بس هذا العطر اذا انت تحب العود والورد ويصلح نسائي، ترى يونيسكس نسائي رجالي ويصلح للنساء ايضا، بي ريحه انوثيه بي ورد، خليك ويا العود هم لاعبين عليه، يعني تقدر تقول عطر شرقي مناسب، العفو عطر شرقي بلمسات غربيه فرنسيه مناسب للجنسين من ام اف كي ميزون فرانسيس كارك ديجان، ان شاء الله نطقت الاسم صحيح، افضل دار تنتج عطور النيش. طبعا السائل الجو او العصير الجوس يسموه اسود، صراحه اني العطر كلش حلو حبيته.
كلش حلو كلش حلو، انصح باقتنائه بشده. ولا تنسى تتابعني واتمنى تشترك بالقناه وتضغط لايك، ممكن محتوى القناه يعجبك، اسوي فيديوهات عن لندن، فلوقات عن لندن، زائد تقييمات عن العطور الفخمه النيش بمراجعتي البسيطه، لو انه نروح نجرب عطوره. شكرا لحسن الاستماع، اشوفكم في فيديو جديد.